هو فرح ولا عزا؟ الاثنين. الاثنين؟ طب على فكره تيتا سوسو دي لو شافتكم بالمنظر ده هتطب ساكته لانها تعرف الخبر من وشكم. ما تشتر عليك يا عمتي، هتقطع لسانك. قطع لساني؟ لا يسلم لساني، لان انا اللي بقوله ده هو اللي هيحصل لو فضلتوا كده. ما هو معاه حق بصراحه، يعني الست رايحين نقول لها ان ابنها مات هتعمل ايه؟ يعني هتزغرب؟ ما لازم تطب ساكته. طب ايه هنعمل ايه يا بويكا يعني؟ هو الفرح ده فين في دمياط يا ام غريب؟ اثبت البرج. اثبت البرج يعني مشوار طويل والكاسب بايظ، احنا كده لازم نفرفش. ايوه والنبي انا هفرفشكم. ايوه انا عشت طيب اندبح، حاولت احب انجرح، اسكتر ولا يوم فرحت من قلبي. هو ده اللي هتفرفشنا يا جدعان؟ حرام عليكم، انا مخنوق. والنبي يا ست انت، يعني احنا دي شايلنا على قلبنا كده على الفاضي؟ اهي تشتغل. لا والنبي لا 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 ازاي؟ ما يصحش نكد كيد العزال. انا من يومي كيد العزال، انا من يومي يا بنتي يا موت تضريحه. ايوه يا احلى من الموزه بريحه. ايوه عليك حته تسريحه. انا من يومي ده العزال، انا من يومي ولع عتبه جزاز وسلم نايلو فنايلو، ولع عتبه جزاز وسلم نايلو فنايلو. يا بنت مالك خسيتي احلى ولا انت؟ لا رحتي ولا جيتي احلى ولا باين عليكي حبيتي وسلم نايلو فنايلو ولا عتبه جزاز. يا دي النور يا دي النور، منور دمياط يا ابن عمي. منوره باهلها يا ابو عبده. منوره يا مدام نوال. الف مبروك لسماره بنتك. الله يبارك فيكي يا باشمهندس. مجيك فرح بنتي جميل، هيفضل مطور رقبتي طول العمر. ده اقل واجب يا ابو عبده.